يعني أنا لو بوصف في كلمات ثلاث يعني لا يمكن، لكن فراق صعب، ولكن بإذن الله تعالى دائما يعني نمني نفسنا بالصبر أنه هو رحل من دنيا إلى دار أعز وأكرم عند رب العالمين. على الشاشة أطل، وللنشرات قراء وأجزل، وبين الميادين ارتحل، كبير مذيعي أخبار التلفزيون مر من هنا. فهد الحمود، برنامج مفكرة مراسل الرياض. في محافظة شقرا، ومع مطلع عام 1985 للميلاد، بزغ الشغف مع الصبي الذي تلقى تعليمه في محافظته حتى أكمل أولى مراحل دراسته التعليمية هناك، لينتقل بعد ذلك إلى العاصمة التي استقبلته واحتضنته ثم ودعته. مر من هنا فهد الحمود. الوالد تلقى تعليمه في مدينة شقرة لين المرحلة الثانوية، درس في المعهد العلمي في شقرة، ثم انتقل بعد ذلك إلى مدينة الرياض، التحق بجامعة الملك سعود في كلية اللغة العربية، وتلقى تعليمه في كلية اللغة العربية إلى أن تخرج منها، وبعد ذلك التحق بالعمل الوظيفي في آخر سنة جامعية له، التحق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ثم بعد ذلك بدأ في رحلة الإعلام. قريب مننا كثير، ولا كأن في فرق عمر، يعني لأن الوالد أصلا تزوج وهو صغير، فيمكن أنا أصغر الأبناء وما بيني وبين الوالد الفرق الكبير لما توفى، فتحس بالجلسة أخوية أو شبابية أكثر من أنها أب مع أبناء. الأسرة ومجالسة أبنائه كانت تحمل، إذا ما قلت لك أنها تسبق عمله، فهي واحدة من أهم أولوياته في الحياة. الوالد من ناحية العملية رجل عملي، تكتسب منه الخبرة، تكتسب منه المهنية، تكتسب منه الأمانة والصدق، مجرد بس أنك تشوفه شلون يشتغل. حيث تبلغ الاستثمارات السعودية أكثر من 500 مليون دولار في تونس، فهد الحمود بعثت NBC من العاصمة التونسية تونس. في عام 95 ميلادي جت الفرصة اللي أيضا كان هو ينتظرها، وكان هذا تتويج أيضا لحضوره الإعلامي، والتحق بمجموعة NBC. من يوم انضم إلى NBC بدأ في قراءة نشرات الأخبار في لندن، لما كانت استديوهات NBC في حين ذاك الوقت كانت NBC تقريبا الوسيلة الإعلامية، ولا زالت هي الأولى اللي تقدم يعني عمل إعلامي دولي وعربي. أنا لا يمكن يعني أنسى موقف كبير جدا بالنسبة لي، وهو كان موقف يعني مفترق طرق. كانت رغبتي الالتحاق بالدراسة بالجامعة بقسم العلم، ما كان الحقيقة عندي يعني قبول مؤكد، فقال لي رحمة الله عليه بكرة نطلع أنا وأنت للجامعة إن شاء الله وبإذن الله تتسهل. قلت له أنا ما عندي هدف لأني أكون في الإعلام، يعني كانت واحدة من الأهداف أني يعني أكون في نفس النهج اللي مشى فيه رحمة الله عليه. أول ما دخلنا للمبنى البهو الجامعة، مدير الجامعة في هذاك الوقت رحمة الله عليه الدكتور عبد الله الفيصل، فشاف الوالد، أقبل جزاه الله خير يعني وسلم على الوالد، فقال له وش عندكم؟ قال نبغى نسجل ابن وليد في قسم الإعلام، فقال يعني أبدا إن شاء الله وما يكون له خاطرك طيب. وكان موقف بالنسبة لي عظيم، يعني أنه ألتحق بالإعلام حتى أكمل هذه المسيرة. يعني رفقاء الرحلة التي امتدت نحو 30 عاما، يروون تفاصيل تلك الرحلة الفارقة في مسيرة الإعلام السعودي. إنه كان يمتاز بدماثة الخلق، بالتواضع، بالودية في التعامل مع الآخرين، وبالخلق الرفيع. كان هو طبعا مديرا لمكتب سليمان العيسى عليه رحمة الله، هو مشرفا أيضا على جدولة أعمال المذيعين، إذا كانت هناك نشرات أخبار، إذا كان هناك فترات، إذا كان هناك نقل مباشر في مؤتمرات. كنت أنا أمازحه في بعض الأحيان، أقول يا أخي كلكم صرتوا كبرى مذيعين، إلا أنا ما صرت كبير مذيعين، شوفوا لي دبرة يعني. ف
فكان يمزح وبمودة يجيب أنه يا أخي أنت كبيرنا وأستاذنا بدون وظائف. فهد كان يقدم برنامج أيضا من أجمل البرامج على مستوى الخليج، كان عنده برنامج اسمه أهل الخليج. برنامج أهل الخليج أيها السادة هو الذي سنشاهده إن شاء الله أسبوعيا في مثل هذا الموعد من البرامج الجديدة لدورة التلفزيون الحالية، وهو برنامج منوع يتكون من 15 حلقة. سننقل لكم عبر هذا البرنامج صورا متعددة من جوانب الحياة المزدهرة التي تعيشها دول الخليج العربي. راح الزمان وكل شيء نسيناه، لا تقلب الماضي تراني نسيته، بنادم المسكين تنسيه دنياه، ياخذ من الحاضر بقايا نصيبه. يوم الجمعة مثل يومه المعتاد، أو هذا الجمعة يكون مع أصدقاء له يجتمعون بشكل أسبوعي، الساعة يمكن 12 واحدة بالليل هو راجع، كان يكلمني بالتلفون وقال لي بكرة إن شاء الله نلتقي في المكتب الساعة 11 الصباح. جاء للبيت وجلس مع الوالدة ومع الأخوان والأخوات، وصليت الفجر أنا وياه يعني سوا، الله يرحمه اغفر له يا رب. يعني حتى بعد صلاة الفجر شفته ما في يعني ما كان عنده، ما كان يبغى ينام، فجالسين أنا وياه وسولف، جلسنا يمكن لحد تقريبا الساعة 6 الصباح أنا وياه في الغد، بعد ما طلعنا من الصلاة جينا وجلسنا. صباح السبت تأخر، وعادة دائما يصحى 9 الصبح 9:30 ما يتجاوز هذا الوقت. الساعة 12 الظهر احنا بيني وبينه موعد على الساعة 11، في 12 الظهر دخلنا على الغرفة فحصلنا يعني رحمة الله عليه، كان يومه اللي يعني رب العالمين كاتبه، ومؤمنين طبعا بقضاء الله وقدره، ولكن الفراق صعب جدا يعني. للـ MBC عبد الرحمن عبد الله، الرياض.